هقول لك اسامي فواكه وتقولي لي بتفكري بمين، بما انك ماشي مالكيش موسيقى التصوير. ماشي. فراوله. بنتي، البطيخ. اختي مها، التفاح الاصفر. ابني حسن، التفاح الاحمر. جوزي، الموز. ابويا ليه كان بيعشق الموز، اوكي وكان بيجيب فافتكرتيه لنا موز بالصباطه كده، يعني مش كام زي انا صباطه. ما حد قال لي مره برتقان، ما عرفتش اقول حاجه غير قلت ابويا، لان هو كان بيحب البرتقان قوي، فهي دي فكرتني بيه على طول. التفاح الاحمر بيفكرك بمين؟ من المشاهير في حياتنا يعني. هند رست. اوه يا جامد، جبت قلبي من اول لحظه. حصل طبعا، تفاح احمر امريكاني جميل. والورد الاحمر يسرى، عشان شي از فيري رومانتيك اند شيز يسرى عامه، يعني مش محتاج تقول عليها حاجه. الكمثرى بتفكرني بمين يعني؟ ايوه بحد ممثله. لا لا، او ممثل. لا كوم، مش عارف ما يعني، خلينا في الفواكه احلى. اما الكمثرى ايه؟ ما انا عارف يعني، خلينا في الحرير يعني. ليه يعني الكمثرى مثلا؟ ما يونس الشلبي مثلا، ما بتفكركش بيونس الشلبي شويه؟ لا يونس الشلبي مش كمثرى. امال ايه؟ شمام. حلو. كنت لب بتاع. تلعبها بالعكس يعني؟ ازاي يعني؟ اقول لك الاسم وانت تقول الفاكهه، ولا خليني كده العبها الفاكهه الاول؟ قول اللي يعجبك. البطيخ. الله يرحمك يا علاء، كان بيحب البطيخ قوي. علاء ولي الدين. حلو قوي، فكرني بعلاء. حلو حلو حلو، وهو مسكر زيه وسهل البلع كده. الدوم. انت كده افتكرت حد ما دام دعيت يبقى افتكرت. اخليك ايه يا عم في ايه وانت جاي؟ انت بقيت ده حاجه بتاع علاقات عامه ليه؟ في ايه بس؟ ود حلو يعني، الحرش. ايه؟ اوس اوس. صح، دوم خفيف قوي. صح صح، دمه خفيف قوي والله العظيم. شربات. صح، ودوم حلو. القشطه، عارفها الخضره دي؟ القشطه عارفها الخضره دي، من بره ومن جوه بيضة كده، فيها بذر كتير. حلوه يعني. ايوه حلوه، جميله جدا يعني. ايوه انا شلبي اكيد. من شلبي. ماشي. البسبوسه حلوه كده، جميله. أيوة. منى زكي كده ممكن. ماشي ماشي. ايه ده اللي دي الادب دي؟ عادي. بيفكرك بايه او بمين؟ لا بقول لك يا عمر، انا بحترم نفسك. قال لك ايه؟ لك هو انا مش بدي اخوان، وما لحقتش اتفرج على حاجه عشان لو عارف كده كنا كنت هتلغي. طيب تخلينيش. طب زميلتك مش حلوه اللعبه، ما تنكرش. لا ما كنت ضحكني دلوقتي. طب الجواف. شو الجواف؟ هو لازم فنان يعني ولا؟ لا لا لا، ممكن اي حد نعرفه مشهور يعني. ممكن تقول لي نابليون عادي، انت حر يعني. بيفكرك بمين يعني؟ معنا بفكر، بس انت حطيتني في حته ان انا ايه اقول على الممثلين يعني زمايلنا. فجزء منهم هيزعل، فتحس ان الجواب جزء منهم. لو جوابها ب 15 فالتفاح ب 30، فانت اتضايقنا بقى من زمايلنا ليه؟ طب مين تيم برجوم؟ طب مين حرام كش؟ انت يعني متخيل سليمان عيد؟ انا عايز افهم حاجه. انت متخيل ان في فنان زميل هيقعد يحسبها يقول ده شاب هند رستم بالتفاح؟ التفاح بكام يا ابني؟ 65. وانا بقى ايه؟ اختار لي ايه؟ كاكا؟ تمام قوي يا لطفي، مفيش حد بيعمل كده يا بابا. حرنكش هتلاقي سليمان عيد. حلو حرنكش سليمان عيد. طب ما حلو اهو. وحمدي المرغاني. وحمدي المرغاني ينفع البلح الاسود ده برضه المسكر ده. ابريم اللي هو اللي سهل البلع ده، حلو برضه. ما انا بقول لك دي لعبه حلوه على فكره، ما بتزعلش جدا. طب اقول لك انا بفكرك بفكرة الباباز. لو تقعد 3 ايام عشان تجيب واحدة. شربات. جت بسرعة. الباباز قال لك كمان. حلو. الباباي تقصد اللي هو مش عارف فشغلان على ما تجيبه ده. صح، طويل قوي. عسل قوي يا عم. ضحكنا. او كوكونات برضه. كوكونات يس، عشان الجريت سمايلي الاسمر مع الابيض والسنان البيضاء. طب يعني انت بتلعب اللعبه حلو، سلم عليا. واحد تعبني. ما انت لعبت حلو ده، انت والله يعني. طب ماشي اوكي، اديك 8 من 10 دلوقتي. اوكي، بس هو في احراج في اللعبه يعني. عايز افتكر كل حاجه حلوه واقولها لاصحابي كلهم. لا لا لو كده ببوظها. هي حلاوتها اللي انت بتفتكره. صح. قال لك اللي بتعمل يطلع عينك على مجنونه. يعني ثروة ما ينفعش اقول عليه تفاح ابدا. لا لا ايه، لا ما تهزر. لا ثروة جنيز او شقاف. عارف الشقاف؟ في فاكهه اسمها شقاف. استنى بس. قرع. قرع عسل. قرع عسل. او ثروة قرع عسل جدا. قرع وعسل كمان. يلا يا عم ظبطناه عشان ما يزعلش.
هقول لك اسامي فواكه وتقولي لي بتفكري بمين. بما انك مالكيش موسيقى التصوير. ماشي. فراوله بنتي. البطيخ اختي مها. التفاح الاصفر ابني حسن. التفاح الاحمر جوزي. الموز ابويا. ليه؟ كان بيعشق الموز. أوكي. وكان بيجيب لنا موز بالبصباطه كده يعني مش كام زي انا لما حد قال لي مره برتقان ما عرفتش اقول حاجه غير قلت ابويا لان هو كان بيحب البرتقان قوي. فهي دي فكرتني بيه على طول. لو الناس بقى اللي انت قلتيهم دول اللي انت قلتيهم دول هتطبخي لهم حاجه هتطبخي لهم ايه؟ مكرونه بشاميل. اوكي سهله. او ممكن لا ممكن مثلا بجمعهم انا في اول يوم رمضان اعمل بط وملوخيه ورقاق. بقى بالظبط لو هتجمعيهم بط وملوخيه ورقاق. وبتعمليه حلو. بجد. الاناناس ماله؟ بيسلم عليكي وبيقول لك انا شبه مين؟ دي يسرى يا روحي. مع ان الاناناس يكاد يكون يعني تحسيه بره كده خشن وهو من جوه حلو. فهو هل يسرى تحسيها من بره خشنه وهي من جوه حلوه ولا انت مفكرتيش فيها كده؟ لا انا مفكرتش فيها كده. انت فكرت فيها في الاناناس وهو لحظه ومسكر. الاناناس لذيذ. السبيت انا بجد. عشان انا بحبه قوي. وشبهه. يا روحي بتمن رجلين. بصي بقى يا ستي احنا كده تقريبا خلصنا بس اللي فاضل انت تساليني اي حاجه جات على بالك واي حاجه انا سالتها لك ترديها لي اي لعبه انا لعبتها معاكي عايز تعكسيها اللي انت نفسك فيه اعمليه قدامك مثلا 5 دقايق 3 دقايق دقيقه خلصت وقتك هارلك ونقفل الحلقه. هو انا لسه بفكر. انت يعني مبسوط قوي يعني وانت بتعمل في الناس كده؟ ايوه جدا. يا سلام. مستمتع جدا بصراحه. حاسس ان انت في ايدك سلطه بقى و... لا مستمتع باني بغير في مودهم واروح واجي بيهم وانكشهم. لا سلطتي اصل سلطه ايه يعني نص ساعه قدام الكاميرا دي مش سلطه. لا مش انت اللي عامل لي فيها مذيع. لا مش يا سلام. بستغلها في اوقات بس. لا من بره بس. طب انت اتبسطت جدا؟ طب خلاص بس مش عايز اكتر من كده. ايه ده خلاص ما لا يا عم لا فكري في اي اسئله براحتك اديني دي قدامك ايه. طب اقول لك حاجه ما بهرجش والله العظيم تعالي نلعبها لعبه دلوقتي. رشحي لي عروسه. وانا ارشح لك عروسه ايه من الوسط الفني يعني ولا ايه؟ ارشح لك عروسه مين؟ ايه يعني وسط فني وما يعني ولا يعني ارشح لي لا الفني. يعني لو قلت لك بنت خالتي انت مش هعرفك ببنت خالتي. لا انا واثق فيكي. اخلاقها حلوه جيت دمها خفيف جيت غيوره قوي. مع ان انا مش حاجه بس هي بتتعبني التركيبات دي. طب هي شكاكه وثقتها صعبه يعني ولا من نوع كل الستات كده؟ اصل بص هي بتبقى حاجه بسيطه جدا انتوا بس مش واخدين بالكم منها. هم بيقولوا الستات عندها حساسات. الستات بس هو اللي بيفرق ايه التفاصيل. هم بياخدوا بالهم من التفاصيل. يعني انا في فتره من الفترات ده ما بيضايقنيش بالعكس. اما هتاخد بالها من التفاصيل هيحصل ايه؟ لا يعني لما انت تبقى عندك مثلا زي ما حصل مع جوزي عندك ازازه برفيوم اوريجينال وخايف عليه ولما بتيجي تنزل بتعمل وفجاه ايوه ايه بقى؟ لا ايه الغلاسه دي؟ إيه بقى؟ طب نفترض انا مثلا حسيت امبارح ان انا ما كنتش حاطط كفايه ومثلا فلان لما دخل بارفانه كان مغطي فشكروا فيه فانا كبني ادم عبيط غير فرحت مزود البارفان ده. لو بتستخدمه اول مره او بتاع انما دي عاده. زي اللي بالظبط انت بتبقى نايم جنب مراتك وحاطط ايدك عليها كده فجاه ما بقتش تحط ايدك عليها. طبعا هسألك سؤال دي معاكي فيها بس انا هسألك سؤال. موضوع البارفان ده حصل مع جوزك؟ ايوه. حلو. طلع مظلوم؟ لا. ايه ده طلع غلطان؟ ايوه كان نازل يقابل بنت. اخصى عليه. اخصى عليه. لا الا الخيانه. نازل كان نازل يقابل بنت بجد. ويقول لك حساسات. لا التفاصيل الصغيره بالظبط انت اللي اخذيك. اختفت يعني. ما يا ريس ده اليوم ده بالذات ما تحطش اصلا برفان يا ريس. اشتري من الصيدليه كلوني. مش فاهمه. لا هو كان نصيبه تاتش. وحمام وحلقه يا سيدي. يعني يا سيدي بتحس كده ان في حاجه. وماسك بقى البرفيوم بقول لك بيخاف عليه جدا. طب وازاي عرفتي تثبتي انه فعلا كان نازل يقابل بنت؟ هو اعترف يعني؟ لا ما هو ده موضوع تاني بقى. موضوع تاني ماشي بس اختصارا بالدليل القاطع فعلا هو كان نازل قبل بنت. ايوه. انت متاكده؟ أيوه. ما كنتيش ظلمه؟ لا. اوكي ماشي. يا ساتر يا رب عليكم وعلى غلاستكم. بس احنا في شغلنا عادي ننزل قبل بنت؟
اوكي يعني لا بس لما يبقى بالطريقه دي تشكك بالظبط. انا مبسوط والله بجد وللاسف خلاص خلصت ماشي خلاص خلاص هنعمل ايه طيب مش هنقفل ماشي اقفل يلا.